اعزائي المشاهدين اللوجستيين، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج اللوجستاوي. والنهارده معايا مستر عمر عبد الرحيم. ممكن تقول انت بتاعك؟ مساء الفل ايفري بودي، معاكم عمر عبد الرحيم ان شاء الله. طيب يا جماعه، انا انتهزت الفرصه دي عشان خاطر نتكلم على مصطلحات اللوجيستكس الغلط، ويا ريت حضرتك تصلح لنا عشان احنا عندنا مشاكل شويه. طيب عندنا معانا اول كلمه purchasing، اللي هي purchasing. اوكي طيب، ولو قلنا كلمه transport، امبورت، اكسبورت، اوكي، اول واحده هي ترانسبورت يعني فيها تشا كده في الاول، حاول تتفت فيها شويه في البدايه. ترانسبورت، ثاني واحده امبورت، ثالث واحده اكسبورت. صح كده، انت كده زي الفل. اوكي عظيم. طيب بالنسبه للانفنتوري ولا انفنتوري؟ انفنتوري طولها شويه كده في الاخر، انفنتوري. اوكي طيب، حاجه ثانيه وير هاوسنج ولا وير هاوسنج؟ هاوسنج، وير هاوسنج بالاس. بالاس. طيب ديستريبيوتور ولا ديستريبيوتور ولا ايه بتبقى ايه؟ ديستريبيوتور يعني عارف انت في النص كده هتقولها ديستريبيوتور. ديستريبيوتور، بس لو عايز تخليها تي عادي برضه. ديستريبيوتور احلى، ديستريبيوتور عظيم. محتاج تقول لنا اي حاجه الناس بتوع لوجيستكس. انا مش فاهم يعني ايه لوجيستكس، يعني انا اعرف اشرحها بالانجلش بس انا مش فاهم بتفيدنا بايه. فانا عشان كده اتعرفت على الراجل اليمين ده عشان هو اللوجيستاوي بقى، فاهم؟ عشان يجيب لنا بقى من الاخر، بس دخلنا الست مع بعض. انا اشكرك على الفيديو الحلو ده، بس كده. شكرا ليك.